مدام رشا بهجت بيه. اهلا 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 رشا هاني، ازي حضرتك؟ انا اسفه قوي ان انا جيت من غير ميعاد، بس بصراحه ما معيش تليفونك. لا ما تقوليش كده، ده مكان من حقك تيجي في اي وقت. اتفضلي اتفضلي. الحقيقه يا هاني بهجت بيه ما عندوش العقد والكلاكيه دي. ميرسي قوي، انا كان عشمي كده برضو. أمور يا رشا. انا هختصر عشان ما اطولش عليك. انت عارف بعد بابا الله يرحمه الشركه انتهت والموظفين كلهم استغنينا عنهم ما عدا واحد بس، ويهمني امره جدا، سكرتير بابا الله يرحمه. اه عايز له ايه ده؟ الشخص ده بيفهم في الشغل كويس قوي، مأمون وانسان على خلق. انا اللي طالباه منك انك تشغله عندك هنا في الشركه، ده المجال اللي هو بيفهم فيه، وصدقني مش هتندى. ايه رايك يا بهجت بيه؟ الحقيقه ما عنديش مانع طبعا، بس مفيش مكان هنا في الشركه زي ما حضرتك عارفه. يبقى انا اسفه، واعتبر الكلام اللي انا قلته لك كانه ما حصلش. لا 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 رشا، انا ما اقدرش امشيكي زعلانه من هنا بالطريقه دي. ابعتيهولي حضرتك كمان يومين وربنا يسهل. ايه ما شفتيش حد بياكل قبل كده ولا ايه؟ طبعا انت مش هتروح لحسان السعدي. مش هروح لحسان السعدي. ولازم تنسى الموضوع ده من اصله. هنسى الموضوع ده من اصله؟ ولا كانك شفته ولا قابلته. ولا كاني شفته ولا قابلته. اوعى تكون بتاخدني على قد عقلي. اوعى تكوني فاكره نفسك وصيه عليا. يا حبيبي دي مش وصايه، انا خايفه عليك، مش عايزه كوارث تانيه، دي تبقى مصيبه. مصيبه؟ دلوقتي انا بقيت بتاع المصايب؟ خلاص بقيت عبء عليكي. وجودي بقى عار. ليه يا رفعت بتقول كده؟ انا بس يا حبيبي خايفه عليك، خايفه عليك زي عينيا. ما مت هريحك، مش يكون احسن؟ بعد الشر عليك يا رفعت، ايه اللي بتقوله ده؟ ان شاء الله انا قبلك. طيب اعملي لي فنجان قهوه عشان الشاي برد. حاضر يا حبيبي، حالا. تبقى مصيبة بجد. أنا عايز أسأل سؤال بس من غير زعل ولا عصبية. زي ماما اللي ليها صولات وجولات، صاحبة النشاطات الحزبية والخطب الرنانة، واللي الكل بيعمل لها حساب جوه الحزب وبره الحزب، تخاف من حتة لعبة صغنططة قد كده اهو. اقفلي السيرة دي يا نرمين. قفلناها يا ماما، قفلناها. بس ما تنسيش بقى إن إحنا عندنا ميعاد. اصرفي نظر عن الموضوع ده. أمك لسه بعلها ما اتجننتش. المسألة دي إحنا حسمناها خلاص يا ماما. ثم انت داخله مرحله مهمه جدا، الانتخابات قربت. المرحله دي بقى محتاجه ذهن صافي وبال رايق ودماغ مترتبه، مش الحاله اللي انت فيها دي. مبقتش عاجباكي خلاص؟ طول عمرك قمر 14. الخلاصه يا ماما ان حضرتك محتاجه تتخلصي من المخزون القديم وتعيدي شحن البطاريات من جديد. انما لو سبتي نفسك كده يبقى كانك اخدتي قرار بالانتحار البطيء. يا ماما حضرتك تقريبا ما بتاكليش، ما بتناميش. انا كرهت النوم من كتر الكوابيس، وكرهت الصحيان من قلة النوم. ايه ده؟ شكري نصار بنفسه؟ شكري نصار ده في النهاية واحد من آلاف مؤلفة منبهرين بيك يا أستاذ. ايه؟ ممكن أدخل؟ اتفضل اتفضل. اتفضل اتفضل. على الصومعة. خير يا شكري؟ في حاجة حصلت؟ ومالك يا سيدي منزعج من زيارتي ليك كده ليه؟
يعني اذا كنت ضيف تقيل انا مستعد. لا 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 يا راجل، اصل دي اول مرة ازورك في بيتك، وزيارة ليا فيها نوع من الرزالة عارف. يا لطفي يا لطفي، بصراحة انا في منتهى القلق عليك، حالتك يعني مش مطمناني، وانت عارف يعني قيمتك عندي على المستوى الشخصي قبل المستوى بتاع العمل قد ايه. يا لطفي بقول لك للمرة العشرين لازم تتجوز، بلاش حكاية الجفاف اللي انت عايش فيها دي، البيت محتاج شوية نعومة، دفء أسري. يا اخي انت عاملي زي واحد حاطط ايده في برميل مغلي بمزاجه، ورغم انه بيتألم يعني مش قادر ياخد قرار بيشيل ايده. يا شكري انت ببسط المسألة. لا بالعكس، انت اللي معقد الموضوع قوي، ولاحظت انك معقدها اكتر بعد موت حسين اليماني. انا تشرب ايه؟ سائع ولا ساخن؟ تشرب حاجة دافية عشان الجو برد. لا 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 سائع ولا سخن، خليك قاعد. لما يبقى عندك بدام الاول بطلب اللي انا عايزه، يعني حطلب ايه من واحد عازم. قولي يا لطفي، انت ليه حزنت قوي بعد موت حسين اليماني؟ وفي حد بيشمت في الموت؟ لا طبعا انا ما قلتش كده، بس يعني لاحظت انك اتغيرت شوية، خصوصا انه ما كانش يعني صديق عزيز، ده كان عدو لدود. هو اللي صنع من نفسه عدو، اما من ناحيتي انا، انا عمري ما كان لي اعداء. يلا الله يرحمه بقى، ما عملش فيك شوية. محدش في الوسط الصحفي ممكن ينسى اللي عمله فيك ايامها. يلا بقى ده ملف وتقفل. طيب امال ليه مكتئب؟ انا؟ مين اللي قال كده؟ كل اللي دخل عليا في الجورنال من الزملاء بيقول انك عايش حالة اكتئاب، وفي منهم اللي بيقول انك عندك احساس بان انت السبب في موت حسين اليماني. انا السبب؟ لا يا لطفي يعني مش بالمعنى ده، توابع القضية اللي انت فجرتها هي اللي خلت الاحداث تمشي بالشكل ده. يا لطفي انت ما مسكتش سكينة وقتلته بيها بايدك، لا، انت مسكت القلم وكتبت اللي يمليه عليك ضميرك. الايد العظيمة دي هي اللي خلت الجرنان يبقى توزيعه في السماء. تصور النسخة وصلت 5 جنيه، لان ما كانش حد لاقيه. عموما يا سيدي انا اطمنت عليك، وحشتني في كام يوم الاجازة اللي انت خدتهم دول، ولاني ما تعودتش طول السنين اللي فاتت انك تغيب يوم واحد عن الجورنال، جيت اشوفك. يلا يلا نبدأ الشغل من بكرة على طول، انا مستنيك مستنيك يا اعظم صحفي في العالم. والله شكري خايف ليجي وقت وتسحب اللقب ده. عمري عمري يا لطفي، لأنك حالة ما بتتكررش كتير.